بطل حلقة الليلة اسمه علي، عمره 8 سنين، وبكل فرح انضم لمجموعة من الأطفال. تعرف عليهم من كم ساعة، وحلمه الكبير لقاء سانتا كلوز يلي بينطروه من سنة لسنة. من فترة علي بلش علاج الشيميوثيرابي لأنه بيعاني من أصعب مرض وهو اللوكيميا، وقبل ما يوصل لعنا كان بالمستشفى داخل الغرفة البيضاء يلي بتنسي الطفل كيف يحلم أو ينظر للمستقبل. مع الأصحاب الجديد علي قرر ينسى كل الوجع ويبدأ بحلم جديد، حلم كتب كل تفاصيله على ورقة صغيرة، وبكلمات بسيطة قدر يشرح قساوة علاجه وأمنيته بالعيد. هالكلمات الصغار هن كافيين ليخبروا شو يلي بيخلي علي ينسى المستشفى ويطلع لقدام ويكون بطل لحلقة سيكرت سانتا. اليوم أنا سيكرت سانتا تبع علي. علي اليوم طلع من المستشفى تنروح نعمل مشوار بالطيارة، وهلأ طالعين نحن بمطار بيروت وطالعين نعمل كزدورة فوق لبنان. علي مبسوط كتير، رح يكون حلم حلو كتير لألي ولعلي. هيك ابتدت أمنيات علي تتحقق. بأرض مطار بيروت التقى بيورجو يلي بالنسبة لعلي هو أهم بطل للمسلسلات البوليسية. بحب يطلع بالطيارة، يتعلم يسوق ويتفرج على لبنان من السماء. لما كتبت رسالة لبابا نويل قلت له أني بحب كتير الطيارة. قرب النهار يخلص بس الحلم ما انتهى. لحظات كلها حب وفرح عاشوا اليوم علي مع يورجو. هذا خيك التوم. ده انا. انت اثنين مش توم. انت عارف انا لاعب دورين، دور واحد وخيو كمان، هيك بتكيف هالصورة. لاعب شخصية واحد منيح
وواحد شيطان. أخبار كتيرة كان حابب يورجو يعرفها عن هالبطل، قصة هالطفل الصغير يلي الوجع وقساوة العلاج ما خلوه أبداً ينسى أنه كتار بيحبوه وكتار اليوم معه لتتحقق أمنياته. وهيدا أنت ولا خير؟ أنا. هيدا أنت وصغير كتير؟ بيبيك أنت؟ هيدا أنا. وهيدا لبسان الكبير مين هيدا؟ الخير. هيدا كايدي صورة بعرف. أنت شو مرة مقوشينا في المسلسل؟ إيه؟ دي عندما يبكي التراب. أنا شفت المشهد قبل ما يضربوه إلى فلفول وجهه. إيه بقوصوه. إيه بس ما مات. لا ديجا كيف خلصت حالك؟ ما احترت الحلقة وقت خلصت حالك. بيخلصني صاحبي بي لأنه بيخاف علي وبيخدني على المستشفى، وبالمستشفى بيعالجوني. شفت انه مش انا؟ يوم احلى نهار عندي لاني مطيته مع يورجو، كتبت لي لبابا نويل شو بدي هدية، جيت اليوم لقيته جايب لي كل الهدية اللي قلت له عنها، بدي ابعت له بوصة لبابا نويل، انعاد عليك. اجا بابا نويل ووزع لنا هدية، وانا كمان طلع الهدية. إن شاء الله أنتم كمان تكونوا قضيتوا معنا لحظات حلوة أنا وعلي. أنا كان كدولة إلي أول شيء طيران، أنا كان بدي أعمل طيارجي وطلعت اليوم أول نهار بسوق طيارة، عايش جو نوال يعني ما بعرف شو بدي أحكي. بتمنى لكل العالم وللبنانية خاصة ميلاد مجيد وينعاد عليكم. يورجو شلوم.